أهلا بحضراتكم. وصلنا لليوم الثالث والأخير من الاستحقاق الأهم، الانتخابات الرئاسية 2024 لاختيار رئيس مصر لست سنوات قادمة. تابعنا من خلال شاشة التلفزيون المصري خلال اليومين الماضيين المشاركة والإقبال غير المسبوق من كل فئات المجتمع المصري على صناديق الاقتراع، والذي تعدى 30 مليون ناخب بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات حتى ظهر أمس. الكل يتسابق من أجل الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم السياسي والدستوري، والذي هو خير دليل على وعي الشعب المصري بأهمية اللحظة التاريخية الراهنة، وإدراكاً أيضاً منهم للتحديات التي تواجه مصر داخلياً وخارجياً. واليوم نتابع معكم لحظة بلحظة كل التطورات والمستجدات لهذه الملحمة التاريخية والاستحقاق الدستوري الأهم، اختيار رئيس مصر. فابقوا معنا.